فوجئ المئات من طلاب المساقي الصناعي بولاية نهر النيل المتقدمين لالتحاق بمؤسسات التعليم العالي، وعلى غير العادة فوجئوا بفقدانهم حق المنافسة على مقاعد القبول بالكليات الهندسية والتقنية الحكومية والخاصة. واقتصرت فرص منافستهم على 4 كليات تقنية تتعلق بالمسار الجديد للتعليم التقني تقع جغرافيا خارج الولاية. ووصفت هذه الخطوة من قبل الطلاب وأسرهم بالكارثية، بينما اعتبرها خبراء أكاديميون وبعض المعلمين انتكاسة وضربة موجعة للتعليم الصناعي. حالة من الإحباط والحيرة وخيبة الأمل خيمت على رؤوس المئات من طلاب وخريجي المدارس الثانوية الصناعية بولاية نهر النيل، وذلك بعد أن فوجئوا برفض نظام القبول للجامعات السودانية لهذا العام لطلبات تقديمهم للكليات الهندسية والتقنية باستثناء 4 كليات تقنية حديثة في ولايات جنوب دارفور والجزيرة والخرطوم والبحر الأحمر. مستقبلنا ضاع نهائي، يعني أي جامعة نقدمها يدينا مرفوض. يعني المقرر الجديد ده ما مرغوب نهائي، محل ما نمشي يقولوا لنا ما في، نمشي نيالة زالنجي والله ود مدني، بعدين شيء ما تم حرة في سنتين، يعني ما تم دبلوم اصلا، يعني حاجه نمشي نقراها ما تم دبلوم. عندك بورسودان برضه حرة في سنتين ما تم دبلوم، يعني 3 جامعات ديل. يعني انا برضه لسه ابوي متوفي ما يحبوا يتمي في البيت، امشي ليه نيالة وخليهم براهم بيجاي؟ يعني حاجه بالعقل كده ما بتجي. يعني لسه مقرر ده احنا قرونا نورونا من الاول انه المقرر ده بيدخلنا جامعات ما كان بندخل والله. ما انا نقول لك قديم عسي دار عيد قديم الا عيد من اولى ورقبته قديم ما بيقبلوا. يعني الواحد احنا ضيعنا من سنين نسايا، يعني احنا لسه بنشتغل مونة، بنشتغل حفر، بنشتغل اي حاجه نجيب حق الفطور ونجيب حق الحاجات ونجيب حق الكراسات وندفع حق الورش وندفع حق الدروس الرسميه، في النهايه يقولوا لنا كلام زي ده. تعقيدات المشكلة يكتنفها الغموض بالدرجة التي جعلت معلمي المدارس وإدارات التعليم والأسر مكتوفة الأيدي تجاهها، لا سيما بعد التفوق التميز الأكاديمي الذي أظهرته نتيجة امتحان هذا العام بالمساق الصناعي قياسا على سابقه. السنة اللي فاتت حتى كلية جامعة الشيخ عبد الله البدري عندنا أكثر من 40 طالب تم قبولهم بنسب أقل من النسب اللي تحصلوا عليها أولادنا السنة دي، دخلوا بكلاريوس في الشيخ البدري. بالإضافة إلى كل الكليات الهندسية الموجودة في السودان طالبنا كان بينافس، الآن طالبنا من يسحب الاستمارة يرفضوا له، والله على حسب السيستم الموجود التعليم الفني أو التقني حاليا ما عنده أي مجال للدراسة. وما بين التعديلات التي أعملت في مناهج التعليم الصناعي وفقا لمتطلبات المسار الجديد للتعليم التقني والتقاني وضبابية الرؤية أضعف استيعابها للطلاب وأسرهم ومعلميهم يكمن الخلل. أنت دائما من تضع منهج وتضع يعني وتنزل على أرض الواقع بكتاب ومنهج ويتم تدريسه، يجب أنه قبل 3 سنة قبل الطالب ده ما يصل يكون هناك معد المخرج ده حيخرج وين، يعني ببيان واضح ببرمجة واضحة عشان ما تبقى في ضبابية. ظلال المشكلة بأبعادها بدت واضحة في مراكز التقديم الإلكتروني للجامعات التي خلت من طلاب المدارس الصناعية، وحتى من بقي هناك عيته الحيلة في كيفية مخارج الحلول للمحكومة بنهاية أجل التقديم. بغض النظر عن الكلام بيقال إنه الناس دي درسوا أقل أو أكثر في الرياضيات وغيره، والكلام ده ما سليم ولا أعتقد إنه سليم، وحتى إذا كان سليم فده خطأ ما بتحملوه طلاب، بتحملوه أنا وضع المناهج. فبعتقد إنه مفروض دلوقتي يفتح الفرص بطريقة أوسع في نفس الكليات التقنية دي لعدد من البكالوريوسات، على الأقل يعني في كل كلية من الكليات الثلاثة اللي يعلن فيها بكالوريوس واحد يكون فيها 3 بكالوريوسات، حتى من ناحية الجغرافية وغيره يكون أسهل للطلاب. الخروج من باب الدخول للطلاب المأزومين بالقضية ربما يكون هذه المرة إلى غير رجعة من صروح العلم والتعليم، إلا إذا جدت الحلول وارتقت إلى حجم المشكلة. عصام الحكيم، الشروق، ولاية نهر النيل.